وزي رمضان الماضي رجعت لكم المرة دي رغم اني مشغول ومش فاضي عشان احكي لكم يوماتي حكاياتي وذكرياتي عن عن الايه يا سعاد؟ هتحكي لهم لوحدك يا زوم؟ هو ينفع تحكي برضه من غير رمضان المصري ده؟ ما حظك ونصيبك. وماله يا سيدي على القهوة، ده الأصحاب بيتقابلوا على القهوة والأوقات الحلوة على القهوة والفن والثقافة والتاريخ على القهوة. ويلا بينا على القهوة يا رمضان. رمضان المصري على القهوة مع الدكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابة والفنان الكبير أحمد صيام. رمضان المصري على القهوة إخراج تامر حسني. على فكرة يا جماعة، أنا كل ما بسمع مونولوجات إسماعيل ياسين الله يرحمه أو صفية حلمي أو سيد الملاح بزعل إن الفن الجميل ده انقرض للأسف، مع إن المونولوج كان من أقوى أشكال النقد الاجتماعي للسلوكيات المرفوضة في المجتمع. والمونولوج ارتبط تاريخه بقهاوي وكازينوهات الفن في القاهرة واسكندرية، فكان إسماعيل ياسين بيعمل فقراته في كازينو بديعة وفي قهوة الفن في عماد الدين، وكانت صفية حلمي بتقدم مونولوجاتها في ميدان الأوبرا، وكان الله ينور عليك يا حبيب والديك. انت كده جبت المفيد. جبت ايه يا اخينا انت؟ هو انت سمعت حاجة؟ وبعدين انا نفسي افهم يا اخي، ما تقول احم ولا دستور قبل ما تقاطعني وانا قاعد اتكلم مع الناس. ايه بس يا باشا، ما تخلي البساط احمدي. انا بس كنت عايز اقول يعني ان فن المونولوج ده بالذات انتحش جدا قبل ظهور الراديو في عشرينيات القرن العشرين، وانه كان فعلا فقرة اساسية في قهاوي الفن في مصر لغاية ما ظهرت اذاعة ماركوني سنة 1936. بعدها اتنقل المونولوج للاذاعة وبعدين للسينما. بس تقدر بقى حضرتك تكمل كلامك يا باشا، اتفضل. انا كنت عاوز اقول بقى ان ومن اكتر الاماكن بقى اللي كان المونولوج الفكاهي بيتقدم عليها كانت قهاوي روض الفرح، اللي كانت مشهورة بسهرات الأغاني والسكتشات الفكاهية اللي كان بيكتبها ويقدمها حسن فايق. وكان مشاهير قهاوي الأربعينيات دي حسين ونعمات والأهلوبة وزينب فلفل. زينب فلفل أكيد كان فيه برضو عبده كمون وعلي شطر. أنا مش عارف والله أنت بتجيب المعلومات الحلوينتيشي دي منين يا معلم جبرتي؟ بس ما تتريقش والنبي عشان المعلومات دي تتقل بالدهب، ده تاريخ يا باشا، وأنا تاريخ المحروسة كله عندي هنا أهو، من القلعة للسكاكيني للغورية وقصر الشوق لكل عطفة وحارة فيك يا مصر. طب يا عم حقك عليا. تمام يا عم ما تزعلش نفسك، قلبك أبيض. بس قولنا بقى ليه انقرض فن المونولوج يا معلم جبرتي؟ عشان حلت يا سيدي في الخمسينيات والستينيات القهاوي الثقافية محل قهاوي الفن. قهاوي الفن والفرفشة اللي كانت موجودة في الأربعينات، الناس اهتمت بالثقافة أكتر بعد ما انتشرت موضة الندوات اللي بيعملها الأدباء على القهاوي، زي نجيب محفوظ اللي اتنقل بندوته لأكثر من مكان، وأنور المعداوي اللي كانت قاعدته هو ورجاء النقاش في قهوة انديانا اللي في الدقي اللي كان بيقعد عليها صدام حسين لما كان بيدرس في مصر. على فكرة كان في الوقت ده بقى الكاتب الساخر محمود السعداني اللي كان مشهور بلقب الولد الشقي كان بيقعد هو وشلة تانية من المثقفين على قهوة عبد الله اللي في ميدان الجيزة، اللي كان بيقعد عليها صلاح جاهين ويوسف إدريس ونزار قباني. والسعداني كتب عن الفترة دي كتاب مسافر على الرصيف، وكمان كتاب حكايات قهوة كتكوت. والله كانت أجمل أيام، روقان وفن وتاريخ بيتكتب على قهوة المحروسة. عموما بكرة نكمل حكايتنا أنا والمعلم رمضان المصري على قهوة الجبرتي في زقاق المدى. رمضان المصري على القهوة مع الدكتور عمرو الليسي والكاتب محمد الشابة والفنان الكبير أحمد صيام. رمضان المصري على القهوة إخراج تامر حسني.